لابد المسلم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يحدث عبادات من تلقاء نفسه من هوى. فلذا قال أهل العلم الأصل في العبادات التحريم. كيف يعني؟ يعني حرام أن تعبد الله إلا بعبادة مشروعة. حرام، حرام واحد يعبد الله إلا بالعبادة المشروعة. غريب الأمر ولا واضح؟ واضح. احنا ذكرنا مرارا وتكرارا، لو أن شخصا ما وظف موظفا ولو صغيرا في بقالة لقال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فكيف بعد ربنا جل وعلا يخلق الجن والإنس لعبادته ما يرسل من يقول صلوا كذا وافعلوا كذا ويجوز وما يجوز؟ وذاك الرسل كلهم اتفقوا على هذه المسألة، أنه ما من رسول جاء إلى قوم إلا قال أطيعوني. لماذا أرسله الله إذا كان لا يطاع ولا يتبع؟ إذن لماذا أرسله الله؟ إنما أرسله حتى يطاع وحتى يتبع، لهذا أرسله الله عز وجل. فلا بد المسلم أن يتعبد الله بالسنن النبوية الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في قراءة القرآن، في الأذكار، في الصلاة، في الصيام، في الحج، كل شيء يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو رآه الناس حسنا فهو لا يزيد العبد من الله إلا بعدا، لأنه مردود باطل غير مقبول. وذاك يقولون قل لمن لم يخلص لا تتعب. ليش متعب نفسك وانت غير مخلص؟ لأن الله يقول إيش؟ لأن اشتركت يحبطن عملك. ونظير هذا كما يقال قل لمن لم يخلص لا تتعب، نقول أيضا ماذا إخوان؟ وقل لمن يحدث في الدين لا تتعب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، مردود عليك، ما استفدت شيء، ما الفائدة منه وانت متعب نفسك؟ تصلي من غير وضوء، صليت 10 سنوات بغير وضوء صلاتك باطلة. لابد أن تصلي كما أمرت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وجاء وسلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات، يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، هو يصلي يقول لم تصلي. صلى ولا ما صلى؟ والله صلى 3 مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه ما كان يطمئن في صلاته. والطمأنينة شرط، والطمأنينة إيش؟ ركن من أركان الصلاة. فمن لم يطمئن بالصلاة فلا صلاة له. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من العبادة أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هي مردودة لا تزيد العبد من الله إلا بعدا والعياذ بالله.